عشان نكون صريحين مع الشعب السوداني، كل الديمقراطيات التي مرت على البلد بسببها متعاطي السياسة في السودان غير الراشدين غير العاقلين، الذين يعني للأسف الشديد يأتي الواحد منهم بلا برنامج بلا ترتيب، معظمهم يجي ويتكلم عن برنامجه في داخل البرلمان ويتصارعوا داخل البرلمان، حكومة ائتلافية حكومة وحدة وطنية حكومة، فينقلب الجيش مرة أخرى. كل ما تراه من مشاريع ضخمة في هذا البلد قام بها هذا الجيش وقامت بها الحكومات الشمولية، بل مشكلة وبس، بل في كثير من أوقات الحكومات الشمولية كانت نسبة الحريات خليني أقول مقبولة جدا، إذا لم تكن يعني بسقفها العالي لكنها مقبولة جدا جدا. فنحن يا أخي السياسيين ديل حيقعد يشتغلوا نفس المواحكات والكلام الفارغ الذي حدث في تاريخ السودان، سيأتي عساكر مرة أخرى. صحيح العساكر عندهم كثير من المحددات وكثير من الإشكاليات التي يعني يصعب عليهم أن ينطلقوا فيها بالبلد، لكن بعد كده ما خلاص الدنيا تطورت والفعل السياسي تطور وفعل العساكر نفسه تطور، العساكر ديل إن شاء الله تعالى سيأتوا، لكنهم سيأتوا بتكنوقراط. أنا معاهم والله الليلة ده، شوف اليوم أنا من هذا المنبر أقول للعساكر ديل منتظرين شنو؟ أنت منتظر شنو؟ أمسك البلد دي. لكن العساكر ديل ما ماسكين البلد هسي. ما ماسكنا. كيف ما ماسكنا؟ أقول ما ماسكنا، لو ماسكين البلد حقيقة يعني الآن رئيس دي يا دكتور، رئيس اللجنة الاقتصادية حميتي، رئيس مجلس السيادة البرهان، رئيس نزالة التنفيذ ياسر العطا، سيأتي لجنة من اللجان دي رئيس عسكري، سيأتي بإذن الله تعالى من هو دونهم في هذه الرتب ليمسح الكلام الفوق ده كله، إذا لم يعودوا وإذا لم يفكروا تفكير جاد في إنهم يخرجوا هذا البلد من وحدته. نحن يا أخوي ما مع الحكم العسكري أوترايت، لا نحن لسنا مع الحكم العسكري أوترايت، لكننا نحن مع إخراج البلد من هذه الأزمة. واضح إنه السياسيين ديل لو استمروا بالفهم ده، بفهم التكون الضخم ده اللي قاعدين يتكلموا عنه ده بتاع 70 حزب وكيان بتاع قحط، وهذا تفكيرهم وهذه طريقتهم في إدارة البلد، والله نحن لا يمكننا أن نسلم السودان إلى مثل هؤلاء أطول مهما يكون، لأن هؤلاء حتى لو جاء كثير منهم هو دكتور تقول نحن من أنتم؟ نحن الشعب السوداني ونحن السودانيين ونحن مثقفي البلد ونحن الناس المنتمين وغير المنتمين. إذا لا تتحدث عن حزب معين، لا أنا ما أتكلم عن حزب معين. نعم. أنا لا أتكلم عن حزب معين، أنا أتكلم عن الشعب السوداني كله. نعم. كل الشعب السوداني الذي خرج في الشوارع ليقول للناس حسنوا من 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 من, من أدائكم في 30 يونيو، وخرج عشان يقول لهم في 17 خرج عشان يقول لهم تعالوا اجردوا لنا حساب، انتوا اشتغلتوا شنو قدمتوا شنو، ما سووا أي حاجة ولا حيسووا.